أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر أحصيناه في إمام مبين.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما صدق الله العلي العظيم.